السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آج ہم ختم غوثیہ شریف کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حقا بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ حقا بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد عثمان اتاری یوٹیوب چینل، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے، شکریہ۔